والسيزن فينالي من جيم دوزر راديو ستيشن. احنا في سنة 2020 ومع بداية عقد جديد، بدل ما نبص على 2019 بس، الافضل اننا نبص على 10 سنين اللي فاتوا كلهم. اولا لان 2019 كانت غير جديرة بالذكر، الالعاب اللي فيها ما بتمثلش اي نقطة تحول مهمة في الصناعة على الاقل من حيث الجودة. ثانيا لان العقد اللي فات بيمثل الكارير بتاعي في مجال الالعاب. تخيلوا يا جماعة، انا بقالي 8 سنين بعمل فيديوهات على اليوتيوب. ما علينا. ثالثا وده الاهم، ان انا مكسل اعمل فيديو منفصل عن 2019. سوري يا جماعه، تعالوا نختصر ونتكلم في المفيد. الالعاب اللي انا هتكلم عنها النهارده هي افضل العاب صدرت من سنه 2010 لحد نهايه 2019، والالعاب دي مش بس محكوم عليها من حيث الجوده، ولكن تاثير اللعبه على الصناعه ككل من حيث التكنولوجيا، الجرافيك والبزنس موديل. فيلا نبدا ب 20 لعبه من العاب الانتاج الضخم. اللعبه رقم 20، ميدل ايرث شادو اوف موردور. اللعبة دي كان فيها ميزة تكنولوجية ما كانتش موجودة قبل كده، ألا وهي النمسيس سيستم، تقنية مرعبة في عالم الذكاء الاصطناعي بتخلي الشخصيات تتصرف وتتكلم بشكل عشوائي محاكي للواقع. ودي تكنولوجيا لحد دلوقتي محدش عارف يفهمها ويستغلها الاستغلال القوي زي اللي موجود في اللعبة دي. Memory is an important feature of the Nemesis system. And Ratback is never going to forget that he only just survived his last fight with Talion. This unique combination of personality and history will make him distinct from every other enemy Talion meets. You will obey. اللعبة رقم 19 هي هارثستون. اللعبة دي خلقت طفرة في عالم ألعاب الكروت بسبب الجودة اللي ملهاش نظير، متعة اللعبة وتصميم الصوت الراقي للغاية. اللعبة كانت شعبيتها أسطورية بعد الإطلاق، لكن ده ما استمرش كتير بسبب بعض الممارسات المادية والتقنية السيئة من شركة بليزرد. ولكن هفضل متذكر فترة النجاح دي، واللي كانت لحظة انتقالية في عالم ألعاب كروت، واللي لحد دلوقتي محدش قدر يوازيها، فما بالك بأن يتفوق عليها رغم محاولات من شركات عملاقة زي شركة فالف. Can assure total dominance. But of course, you could forget all that and just have fun. اللعبة رقم 18 هي Resident Evil 2 Remastered. شركة كابكوم تعتبر في وجهة نظري صاحبة أقوى استوديوهات متخصصة في إعادة تطوير الألعاب القديمة، واللي وصلت بجودة بتاعتها ما تتفوق على أحدث الألعاب اللي بتنزل في نفس السنة. اللعبة دي بالنسبة لي أفضل لعبة نزلت في 2019، ومش بس كده، اللعبة دي تعد أفضل ريميك في التاريخ. This may be a one-way ride. So be prepared, Leon. Sherry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? And tell me everything. Right from the start. It's Umbrella's fault, this whole mess. But we never meant for this to happen. Dr. Birkin, you'll come along with us quietly. I'm not handing over anything! You don't get away that easily. The whole place is coming down. Hand over the sample. It'll be all over soon. You don't know what you're up against. I have a pretty damn good idea. Claire, get out. Get out now! اللعبة رقم 17 هي Horizon Zero Dawn. اللعبة دي ولو انها ما بتقدمش اي انظمة لعبة جديدة، ولكنها براعت في تقديم كل الميكانيكس اللي احنا نعرفها بدرجة بوليش عالية جدا. ده غير التفوق في حتة الفيجوال ايستاتيك، واللي بيخليك في اي وقت توقف اللعبة تاخد سكرين شوت وتلاقي نفسك قدام لوحة فنية. لعبة صراحة في غاية الجمال.
اللعبة رقم 16 هي Bloodborne. تعد من أفضل وأصعب الألعاب الحصرية لجهاز بلاي ستيشن 4 واللي بتطبع ستايل السولز لايك واللي هتكلم عنه في نهاية الفيديو. اللعبة دي تعد لعبة أكشن RPG بدور أحداثها في مدينة مليئة بالجوثيك أركيتكتشر وشوارع مشابهة لمدينة لندن في القرن 19. كمان القصة مستوحاة من قصص HP Lovecraft. اللعبة دي بتلعبها وانت حاسس بنوع مختلف من الرعب، رعب مخلوط بحالة من اليأس والكآبة، حاجة كده عظيمة جدا. Easy, with a bit of yarn and blood of your own. Whatever happens, you may think it all a mere bad dream. Long ago, old Yharnam was overrun by the plague of beasts and left to rot and decay. And now the only voices heard there are the howls of beasts. Our thirst for blood satiates us, soothes our fears. اللعبة رقم 15 هي Telltale The Walking Dead. باختصار شديد جدا، اللعبة دي أول لعبة أشوف فيها كتابة راقية لشخصية طفل. شخصية كليمنتاين تعتبر أيقونة مهمة جدا، مش بس في العقد الماضي ولكن في تاريخ صناعة الألعاب، بل وتاريخ الأعمال الدرامية بشكل عام من ساعة فيلم هوم ألون. نجاح الشخصية دي مغطي على قد إيه اللعبة دي خلقت طفرة في صناعة القصص التفاعلية وطفرة أكبر في ألعاب الزومبيز. Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while. Staying put for too long is a mistake. Those things are all over the damn place. Personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. I know who you are. And I know you're a killer. The world has ended up. اللعبة رقم 14 هي Black Flag. بغض النظر عن نجاح أوديسي في تحقيق نقط كتير، ستظل Black Flag رقم واحد في السلسلة جنبا إلى جنب مع الجزء الثاني. تجاهل المهمات، القصة، وحتى الأساسينيشنز الرئيسية، لا شيء في صناعة الألعاب يوازي نظام المعارك البحرية في Black Flag، بالذات الأربع معارك الأخيرة في اللعبة. سكايرم احد عمالقة الويسترن ار بي جي وكانت الاولى على الجونر كلها. افضل وصف لعبة سكايرم انها كانت بمثابة ديانة جديدة، اتباعها مخلصين بشكل هستيري مستعدين لدفع الفلوس بشكل غير منتهي كل ما تنزل نسخة على جهاز جديد، وهتلاقيها منتشرة في كل حتة من اول البلاي ستيشن 3 مرورا بالكمبيوتر الاكس بوكس 1 الاكس بوكس 360 البلاي ستيشن 4 ولحد النينتندو سويتش، ومش بعيد كمان انها تنزل على الجيل الجديد من الكونسولز. But there's one they fear. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. رقم 12 The Witcher 3، الوحيدة اللي قدرت تنتصر على العملاق رقم واحد من حيث الجرافيكس، قصة، جيم بلاي، تفاصيل المهام الجانبية وجودة الكتابة، وكل ده تنفذ بنفس البادجت $80 مليون بس.
11 ستاركرافت 2. شيء محزن ان لحد دلوقتي مش لاقي لعبة استراتيجية تضاهي جودة حاجة صدرت في 2010، وده بسبب تخاذل شركات كبيرة اهمهم شركة EA واللي مسحت بلاط الحمام بتاريخ Command & Conquer. افضل حاجة في اللعبة دي انها حاليا مجانية، وانصح اي حد بيحب العاب الاستراتيجي انه يروح يلعبها دلوقتي. اللعبة رقم 10 هي سوبر ماريو اوديسي. انا بستحقر العاب 3D بلاتفورمر، وخليني اقول لك ان نينتندو ابهرتني باللعبة دي لاني بقدس حاجة اسمها الميكانيكال بولش، والتحكم في شخصية ماريو في اللعبة دي كان احد من شفرة الموس. نعومة الكنترولز دفعتني لحافة البكاء، بس طبعا بكاء داخلي. اللعبة رقم 9 هي GTA 5. خوفا من ان الناس تضربني لو ما حطتش اللعبة دي على قائمة، وفي نفس الوقت اعترافا مني بالجودة بتاعتها، GTA 5 كانت مش مجرد لعبة ولكنها حدث ضخم وظاهرة مجتمعية. GTA كسلسلة زيها زي الفيفا هتلاقيها في كل بيت، كل سايبر، وحتى على القهاوي اللي فيها بلاي ستيشن. GTA 5 كانت جديرة بالمكان بتاعها في الصناعة، بالاضافة لان فيها قصة وشخصيات لا تقل جودة عن اي عمل درامي في عالم افلام الجريمة. Thought I'd be a dad like all the other dads. My kids would be like the kids on TV. We'd play ball and sit in the sun, but well, you know how it is. اللعبة رقم 8 هي بايوشوك انفينيت. اللعبة دي انا فاكر انها جابت لي ازمة وجودية بعد الحاجات الغريبة اللي كانت بتحصل في القصة، وحالة انبهار غير طبيعي بالعالم وبالجرافيكس. شخصية انا دويت بتتربع على عرش افضل شخصيات جنبا الى جنب مع شخصية كلمنتاين في واحدة من اقوى منظومات الفريندلي اي اي، ده غير انك هتقع في حب الشخصية بسرعة جدا. مدينة نيو كولومبيا هي البطل الثاني لقصة بايوشوك، واللي بتحمل تناقض رائع بين تكنولوجيا المدينة الطائرة ومجتمعها اليوتيوبي مع الرجعية والعنصرية والاستغلال المهين للطبقة الفقيرة، واللي بيخلي المدينة أحد العلامات التي لا تنسى في صناعة الألعاب. رقم 7 Red Dead Redemption 2. برغم ان انا غير مهتم بقصص الغرب الشرس، الا اني متيم بكل شيء في لعبة Red Dead Redemption 2، من اول الجرافيك الواقعي بشكل مخيف، حجم العالم الضخم المليان بالتفاصيل، حجم النشاطات اللي تقدر تعملها جوه العالم ده، المغامرات اللي بتعدي بيها،
الشخصيات اللي بتتعامل معاها، الذكاء الاصطناعي، الحيوانات اللي بتصطادها، الحصانه اللي بتربيها، الميني جيمز، المدن، القطارات، الاسلحه، الهدوم، حتى دقن وشعر الشخصيه اللي بتلعب بيها. اللعبه ببساطه بتنتصر على باقي الالعاب بحجم المحتوى اللي فيها، حاجه ما ينفعش تتغلب عليها مهما كنت ذكي او مصمم بارع. Stay strong. Stay with me. رقم 6 Uncharted 4. سلسلة Uncharted بتعيشك تجربة الفيلم الأكشن، وأفضل لعبة بتحقق المين أستيتك ده هي الجزء الرابع والأخير من السلسلة، واللي شركة نوتي دوج قدمت فيه أعلى درجات الاحترافية في الأنيميشن والكاميرا وورك. المخرج ديفيد كيج واللي عمل حاجات زي هيفرين بيفتخر انه بيقدم العاب مشابهه للجوده السينمائيه. الحقيقه انا بحتقر معظم اعمال ديفيد كيج وبعتبره مخرج مغرور جدا. لو عايز فعلا تشوف العاب بجوده سينمائيه عاليه مش هتلاقي افضل من الاعمال بتاعه استوديو نوتي دوغ. Pirate treasure of all time is within our grasp. Watch out! Look, Nate, I'm gonna make you a one-time offer. Drop everything. Go home. Live your life. Or we can just end it right here. There's gotta be another way. I need you on this one. اللعبة رقم 5 هي God of War. اللعبة دي نقطة القوة بتاعتها هي الكواليتي في كل حاجة، أداء الممثلين، الجرافيك، أحداث القصة، الجيم بلاي. صعب إنك توصف شيء هو عبارة عن البيور كواليتي. تقدر تقول المصمم كان شغال على مستوى مختلف من الإخراج، حاطط الأولوية في كل حاجة للجودة. اللي حققته Red Dead Redemption 2 بأنهم يملوا العالم بتفاصيل واقعية كتير جدا، God of War قدرت تحققه بتفاصيل أقل ولكن بالاهتمام بأن كل تفصيلة تاخد حقها كويس قوي في التصميم. The longer you wait, the more damage you do. He will resent you, and you may lose him forever. You're next! I'll rip your head off! There are consequences to killing a god! Why? How do you know? How do you know? Power, this weapon, any weapon, comes from here. But only when tempered by this. By the discipline, the self-control of the one. اللعبة رقم 4 هي الدوم. لعبة دوم من ناحية الكواليتي زيها زي God of War، بس العنصر اللي بتركز عليه في اللعبة هو متعة العنف والأكشن. اللي صمم اللعبة هنا ركز كل مجهوده على المفهوم ده، والكلام ده مش كلامي على فكرة، الكلام ده من وثائقية اتكلمت عنها قبل كده حوالين تطوير لعبة دوم. حاجة تانية بتميز لعبة دوم هي شخصية الدوم مارين، واللي بيقوم بدور صامت لكن بشكل يضاهي عبقرية تشارلي شابلن، وكل ده وانت مش شايف من أداء الشخصية غير حركة ايديه بس. اللعبة رقم 3 هي XCOM. وانا بتكلم عن ستاركرافت 2 كنت بقول ان العاب الاستراتيجي محققتش اي تفوق في العشر سنين اللي فاتوا، لكن جنرا مختلفة بدأت تزدهر وتحقق نجاح واسع، الا وهي التيرن بيزد استراتيجي. وده نظام اشبه اكتر بنظام الشطرنج، واللي بيعتمد على التخطيط والحركات المحسوبة اكتر من الخبرة والاكشن بير سكند اللي بتعتمد عليه العاب الريل تايم استراتيجي. لعبة XCOM كانت البداية لتفوق النوع ده من الالعاب، ده غير انها بتوصل تجربة المقاومة ضد الغزو الفضائي بشكل راقي جدا. Full command of XCOM headquarters. You must learn more about the enemy to expand our capabilities, as well as the abilities of our operatives. Reports have come in from around the world of alien ships being blown out of the sky. A military aircraft bearing the markings of no country. Special forces soldiers with weapons and body armor unlike anything. اللعبة رقم 2 هي The Last of Us. في اللعبة دي بتعيش تجربة واقعية جدا لسيناريو نهاية العالم، وكل ده وانت بتستمتع بجودة الاكشن السينمائية المشهور بها استوديو نوتي دوغ. المميز في The Last of Us هو الاخراج بتاع القصة، ومش هقول اكتر من كده عشان اللي لعبها اوريدي فهمني، واللي ما لعبهاش محتاج يروح يلعبها علشان يفهم الكلام اللي انا بقوله.
cargo, Joel. I just want some simple gear enough to set me on my way. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. It can't be any worse than in here. Can it? We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess! What are you so afraid of? You're treading on some mighty thin ice here. What do we do? You make every shot count. اللعبة رقم واحد هي Legend of Zelda Breath of the Wild. أنا هبتدي أقول كلام غريب شوية عن المعتاد، لكن تأكد 100% أن أنا مش جايب الكلام ده من دماغي. طبعاً أنت متوقع أني لو حطيت لعبة في المركز الأول فأنا بقول أنها بتتمتع بأعلى درجة من الجودة أو البرودكشن فاليو أو أن قصتها بتتمتع بأفضل جودة إخراج. الحقيقة أن Breath of the Wild فيه عيوب تصميم واضحة جداً، لكنها عيوب مقصودة مش عشوائية، عيوب اختارها المصمم بيعطل بيها معدل تتابع الأحداث. ومع ذلك الاختيارات دي في التصميم بتخلق شخصية مختلفة للعبة، زي الصدى اللي بيدي شكل أنتيكي لقطعة المعدن، سلطة اللسان بتاعت شيرلوك هولمز، الخجل الاجتماعي لدكتور شيلدون كوبر، وحقيقة أن إيما واتسون فلات. البرفكت إمبرفكشن هو ده في وجهة نظري سر جمال Breath of the Wild. دي كانت أفضل ألعاب الإنتاج الضخم للعقد الماضي. تعال بقى نتكلم عن ألعاب الإنتاج المستقل، ودي ألعاب ولو إنها لا تتمتع بقدر كبير من البرودكشن فاليو والجرافيكال فيديليتي، ولكن بتركز أكتر على الجيم بلاي وعلى الإبداع في الميكانيكس والمخاطرة اللي ما تقدرش الشركات الكبيرة تتعامل معها. في المركز العاشر على ألعاب الإنتاج المستقل Hotline Miami. محتاجة وقت كتير عشان اشرح لك ليه اللعبة دي حلوة، فاختصر وجربها هتحبها جدا، خصوصا لو بتلعب وفي حد قاعد جنبك بيتفرج عليك او بتبدل معاه وانت بتلعب. اللعبة رقم 9 هي Thronebreaker The Witcher Tales. لعبة بتجمع بين أجمل قصة مغامرات شفتها في حياتي ونظام ممتع جدا من البازل كارد جيمز، وللأسف ناس كتير ما جربتهاش وده معصبني جدا بصراحة. And then you fall. And your heart is broken. And with much strength and great determination, lift yourself up again. But when you do, nothing can stop you. اللعبة رقم 8 هي ستانلي بارابول. لو بتدور على لعبة فيها قدر عالي من الإبداع موازي للأفكار اللي موجودة في أفلام المخرج كريستوفر نولان، فستانلي بارابول أقوى لعبة هتلاقيها متصممة على المستوى ده. And he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year.
And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley... اللعبة رقم 7, Papers, Please. تخيل لعبة بتتكلم عن واحد موظف بيختم باسبورتات. أكيد هتقول الفكرة دي مملة جدا, لكن العبقري لوكاس بوب كان شايف غير كده, وقدر فعلا بالفكرة دي إنه يطور أحد أنجح وأغرب الألعاب على الإطلاق. اللعبة رقم 6 هي ماينكرافت. اللعبة دي أكبر قصة نجاح في تاريخ صناعة الألعاب المستقلة, وجودها على القائمة دي بتجاهل الإعجاب الشخصي. يعني لعبة من أفضل ألعاب العقد الماضي غصب عن أي حد, حتى أنا شخصيا اللي هو صاحب القائمة. Let's go wherever you wanna go. Climb the tallest mountains. Venture down to the darkest caves. Build anything you want. Day or night, rain or shine. Because this is the most significant sandbox. اللعبة رقم 5 هي FTL Faster Than Light. اللعبة دي أكبر دليل على أن التركيز على تقديم تجربة معينة أهم بكتير من الجودة الإنتاجية. وبأبسط أنواع جرافيك اللي ممكن تتخيلها, قدرت توصل تجربة قراصنة الفضاء بشكل غير مسبوق. اللعبة رقم 4 هي Dead Cells. أحد أقوى إبداعات الجيل ده من الألعاب المستقلة الإنتاج, من أول تكنولوجيا جرافيك واللي مبنية على تحويل 3D Animation ل2D Animation, زائد الكفاءة العالية للكنترول سيستم اللي بيضاهي شركة نينتندو, زائد مستوى غير مفهوم من الليفل ديزاين مبني جوا سيستم Random Generation. من آخر اللعبة تعتبر تحفة تقنية هائلة جدا. اللعبة رقم 3 هي Darkest Dungeon. اللعبة دي هي بلا منازع أفضل لعبة بتقدم تجربة الرعب اللوفكرافتي, ومثال آخر على توظيف إمكانيات ضعيفة جدا في التركيز على تجربة فانتازيا معينة, واللي قدروا يوصلوها باستخدام رسوم 2D, صوت الراوي المميز, ومن غير استخدام أنيميشن معقد. And darkness fears us. They descend, spurred on by fantasies of riches and redemption. To lay bare whatever blasphemous abnormality may slumber restlessly in that unholy abyss. Darkness is insidious. Terror and madness can find cracks in the sturdiest of armors, the most resolute of minds. اللعبة رقم 2 هي Into the Breach. لعبة أخرى من ألعاب التيرن بيزد استراتيجي زي XCOM, ولكن مركزة أكتر على الديزاين إليجنس. بمساحة لعبة قد رقعة الشطرنج وتدخل ميكانيكس بيفتح بوسيبيليتي سبيس واسع جدا, الشركة اللي انتجت FTL قدرت تحتل السوق مرة تانية بلعبة Into the Breach. اللعبة رقم 1 هي Return of the Obra Dinn. تاني ضربة قوية للعبقري لوكاس بوب, واللي في وجهة نظري الأول مرة بتقدم تجربة المحقق بالشكل المناسب.
وزي باقي الالعاب على القائمه دي بتقدم التجربه باقل امكانيات وابسط اشكال الجرافيك. ولو قلت لك اي حاجه تانية يبقى بحرق لك القصه. تعالوا بقى نتكلم عن الجنرز اللي ظهرت في العقد الماضي. اول نوع من الالعاب هو السيرفايفل كرافتنج جيمز. النوع ده من الالعاب بيركز على انك تبدا في مكان غريب، كان غابه او كوكب موحش او عالم خيالي مرعب whatever، ولعبه تطلب منك انك تستخدم الموارد اللي حواليك في انك تبني ملجا او اسلحه وتصطاد اكل وشرب وحاجات من دي. امثله الالعاب اللي نجحت في الجنر دي هي على سبيل المثال الحصر هي ذا فورست، ارك سيرفايفل ايفولفد، راست، ماينكرافت، فاكتوريو، دونت ستارف، جريفيارد كيبر، ستارديو فالي، وسبنوتيكا. النوع الثاني هو سولز لايك جنرا. الالعاب دي بتتميز بدرجه صعوبه عاليه جدا وبتحتاج مستوى عالي من التدريب المستمر علشان تقدر تخلصها، والموضوع ده بدا بلعبه دارك سولز علشان كده بيسموه الجنر دي السولز لايك. من الالعاب دي دارك سولز الثلاثيه بتاع دارك سولز، سيكرو، شادوز داي توايس، ديد سيلز، ذا سيرج، سلطان سانكتوري، ونيو. النوع الثالث هو الباتل رويال. النوع ده من الالعاب بيحاكي تجربه فيلم ذا هانجر جيمز، مجموعه كبيره بتنزل في خريطه واحده بيقعدوا يدبوا في بعض لحد ما واحد بس هو اللي يفضل عايش. الالعاب دي هي ببجي، فورتنايت، ايبكس ليجندز، وكول اوف ديوتي باتل رويال. اخر نوع من الالعاب اللي ظهرت في الفتره اللي فاتت او في العقد اللي فات هو الموبا جيمز. النوع ده الحقيقه بدا قبل العقد الماضي عن طريق النسخه الاصليه من ديفنس اوف ذا انشنتس، واللي كان مجرد احد المودات اللي موجوده في لعبه ووركرافت 3. ولكن الفكره عجبت شركات كبيره زي رايوت وفالف وخدوها وحولوها لصناعه مزدهره جدا زي ما انتم شايفين. اشهر الالعاب دي هي ليج اوف ليجندز، دوتا 2، وهيروز اوف ذا ستورم. بكده تكون نهايه السيزون فينالي من جيم دوز اوف راديو ستيشن. يا ريت نعمل لايك وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، والمزيد عن عالم الالعاب ابقوا معنا على جيم دوزر.